ذكروا عن الإمام الجنيد، قال مرة الإمام الجنيد عم بيدرس، بفوت رجل بسيط كثير غير معروف، بصير بيحكي مع واحد، بيقوم الجنيد بقلبه بيعترض عليه، قال له لك إيه هذا عم يحكي بدرسي، لك ما بيعرف مين أنا، هيك بقلبها ما حكى شيء. فالجنيد كل يوم بيصلي قيام ليل، قام ليلتها راحت عليه قيام الليل، وتاني يوم راحت قيام الليل، وتالت يوم راحت قيام الليل. هؤلاء الأولياء يا أخوان يعاقبوا هيك. هلا في واحد ما بيصلي قيام الليل بيقول لك إعادي شو يعني. واحد من الناس قال إلهي كم أعصيك ولا تعاقبني، فسمع كأن هاتفا يقول كم نعاقبك ولا تدري، راحت عليك صلاة الصبح ما حسيت بشيء، أي عقوبة كثير كبيرة، راح عليك قيام الليل ما حسيت بشيء، راح عليك وردك من الذكر ما حسيت بشيء. فالجنيد أول يوم ما صلى قيام ليل، ثاني يوم ما صلى قيام ليل متألم جدا، ثالث يوم ما صلى قيام ليل فهم أنه الله أعلم من هذا الخاطر الذي جاء على قلبه في احتقار ذاك الرجل بالدرس، فعزم إذا شافه بده يعتذر إليه. فاليوم الرابع في درسه صباحا بفوت الرجل، فالجنيد بسرع هيك في الدرس وبيروح لعنده بعد الدرس، ويأتي ليصافحه يسلم عليه، فيقول له ذاك الرجل لقد كفتك ثلاثة ليال يا إمام. تاري هذاك أكبر من الجنيد. أنت مرات تشوف زلمة لا تأبه له، بس يكون الله عاطي أشياء أحسن مني ومنك. لذلك لا تحتقر أحد من العباد، أنت عليك أن تشتغل بنفسك وأن تقبل على الله عز وجل بالأعمال الصالحات وأن تدعو لعباد الله عز وجل. حكي أن ملكا شابا من ملوك أهديت إليه ثياب نساء فاخرة من أحد الأقاليم البعيدة، أمر وزيره أن يبعث من ينادي زوجاته وبناته، جاءت زوجاته وقد بسطت الثياب لتنتقي كل واحدة منهن ما يناسبها، فجعلن ينظرن وهن متحيرات، أثناء ذلك رفعت إحداهن رأسها فنظرت إلى الوزير كأنها تستشيره عن أي الثياب أجمل، فما كان من الوزير إلا أن أشار لها بعينه بسرعة نحو إحدى الثياب، يعني طرف بطرف عينه، فوقعت عين الملك على الوزير وهو يغمزها لزوجته. ما كان من الوزير إلا أن أشار لها بعينه بهذه السرعة، وقعت عين الملك، لكن الملك أسرها في نفسه ولم يبدها له. ثم أخذت بعد ذلك كل واحدة منهن ما ناسبها وخرجنا، لكن الوزير المسكين اضطرب وتغير وجهه واحتار، كيف له أن يفهم الملك ما قصده بتلك الإشارة؟ بعد تفكير وتردد لم يجد حلا سوى أن يتظاهر أن في عينه عاهة طرأت عليها تجعله يغمضها بين لحظة ولحظة. عاش هذا الوزير سنين طويلة وهو يقوم بإغماض عينه اليسرى بين لحظة وأخرى كلما رأى الملك، حتى أصبحت عادة ملازمة له. وعندما حضرت الملك الوفاة قال الملك لابنه يا بني أوصيك بالوزير خيرا، فإنه اعتذر عن ذنب لم يرتكبه 40 سنة. يا إخوان، النظر بطرف العين، بطرف العين عند الكبار كبيرة وعند الصغار تافه لأنهم صغار. هدم جدران الحياء بين الرجال والنساء أمر قبيح جدا، ولا يليق لا بمسلم ولا بمسلمة، بل لا يليق بإنسان فيه شرف. سامحني وسامحيني، أنت بلا ريب إنسانة خيرة، بس أرجوك لا تنساقي وراء هذا الخطأ الذي ينساق وراءه أخريات